بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قول الإمام المؤلف: فصل في صلاة الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة أمرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لها صلاتها كيف تصلي إذا خافت، وكيف تصلي إذا أمنت، وكيف تؤدي العبادة على وجهها في أي حال من الأحوال. وحالة الخوف عند المسلمين تقع كثيراً إذا كانوا حول الأعداء أو قريبا منهم أو على حذر من وصولهم إليهم. فلم يتركهم صلى الله عليه وسلم في حالة شك أو ريب أو تردد، وإنما بين لهم كيف يصلون صلاة الخوف. فالخوف حاصل للمسلمين أحيانا وأحيانا كثيرة إذا كانوا قريبا من العدو في مقامه إقامتهم أو في غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحذرون العدو؟ فإنهم صلوا صلاة الظهر مطمئنين فيها كما تصلى في صلاة في البلد، ففرح بذلك أعداؤهم لما رأوهم على هذه الحال، فقالوا: فاتنا أمرهم، لكن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأهاليهم وأموالهم، هي صلاة العصر، فإذا دخلوا فيها هجمنا عليهم هجمة رجل واحد وأدركنا منهم ما نريد. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لما تحدث الأعداء بهذه أنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فطبقها الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الأعداء منهم ما أرادوا، والحمد لله. فأنزل الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآيات. نعم. قال تعالى: فإن خفتم، أي اشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر، ولم يكن تفريق القوم وصلاتهم على ما تقدم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل، والراجل الكائن على رجليه واقفا كان أو ماشيا، والركبان
جمع من أول صلاة الخوف. فصل في صلاة الخوف، أي في بيان صفة صلاة الخوف، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسائر الأمة إلا أبا يوسف، فقال إنما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضله. قال يقول صلاة الخوف في بيان صفتها هي مشروعة في الكتاب العزيز في القرآن والسنة الصحيحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واتخذت الأمة بعدهم سنة شرعية تؤدى في حال الخوف طلبا لسلامة المسلمين من خوفهم وإدراك المشركين منهم شيئا مما يريدونه. فأنزل الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيات. يقول إلا أبا يوسف رحمة الله عليه هو عالم من علماء المسلمين من تلامذة أبي حنيفة، وهو ممن نشر مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع، فهو لا يرى صلاة الخوف، ويقول إن قوله تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذا مشروع، لكنه بالنسبة لسائر الصحابة لا يشرع إلا إذا كان الذي يقيم لهم الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكون صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن الصلاة خلف واحد منهم. فقال رحمه الله إن صلاة الخوف تشرع في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو الإمام فله أن يصلي صلاة الخوف، أما إذا لم يكن هو الإمام فإن على المسلمين أن يصلوا صلاة أمن واطمئنان، وينقسموا قسمين، قسم يصلي هذه الصلاة أمن واستقرار، ثم القسم الآخر يصلي مثله، فهي تشرع بالنسبة لوجود الإمام الفاضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الصحابة والتابعين فلا يشرع في حقه صلاة الخوف. والإمام أبا يوسف رحمة الله عليه محجوج بالآية والسنة الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فإذا كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم فمطلوب منه أن يصلي هذه الصلاة، وإذا كان غيره الإمام فله أن يصلي هذه الصلاة اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فصلاة المسلمين واحدة سواء كان إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة. فصلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لما صلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأن صلاة الصحابة لا تختلف من إمام لإمام. نعم. قال الطحاوي: وهذا القول ليس عندنا بشيء، والكتاب والسنة وإجماع الصحابة حجة عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي أي صلاة كما صلاها صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصلي في صلاة الخوف كما صلاها عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نصلي صلاة الأمن كما صلاها عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نصلي صلاة الاستسقاء كما صلاها عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نصلي صلاة العيدين كما صلاها عليه الصلاة والسلام، فلا تختلف صلاتنا عن صلاته عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة سواء كان حيا أو ميتا. نعم. قال تعالى: وإذا كنت أي يا محمد فيهم، أي مع المؤمنين الخائفين، والمراد بيان الحكم لا لوجوده، أي بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، فأقمت لهم الصلاة، أي إذا أردت أن تقيم بهم الصلاة. قال ابن عباس: لما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر وهو يأمهم، وذلك في غزوة ذات الرقاع، ندم العدو على تركهم الإقدام على قتالهم، فقال بعضهم: دعوهم فإن لهم بعد صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم وأموالهم، يريدون صلاة العصر، فإن رأيتموهم قاموا إليها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبرائيل بهذه الآيات بين الصلاتين، فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه الله على قصدهم ومكرهم. قال تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، أي تقف معك بعد أن جعلتهم طائفتين، ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم، وليأخذوا، أي الطائفة القائمة معك وهم المصلون، أسلحتهم، أي لا يضعوها ولا يلقوها، وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء بأصحابها، كأنهم يأخذونها ابتداء، فإذا سجدوا، أي القائمون معك، وأتموا الصلاة فليكونوا من ورائكم، أي فلينصرفوا إلى مقابلة العدو للحراسة. بيّن جل وعلا صفة صلاة الخوف في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: يا محمد إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي أقيمت الصلاة، فلتكن طائفة منهم معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولتكن الطائفة الأخرى في حراسة الطائفة التي تصلي، فإذا صففت فاقسم أصحابك طائفتين، سواء كانوا آلافا أو مئات أو عشرات أو ثلاثة، حتى لو كان الطائف لو كان المجموع ثلاثة، واحد إمام وواحد يصلي مع الإمام والآخر يحرسهم عن العدو، لا تتوقف، فاجعلهم طائفتين، طائفة معك وطائفة تجاه العدو. وذلك أن المشركين لما رأوا الصحابة يصلون صلاة الظهر قالوا: فات علينا مداهمتهم
ومغالبتهم في هذه الحال، لكن بعضهم عزى بعضهم بعض الآخرين بأن للمسلمين صلاة العصر ستأتي قريبا وأنها أحب إليهم من آبائهم وأموالهم وأهليهم، فإذا دخلوا في الصلاة فعلينا أن نغير عليهم إغارة واحدة. فلما دخلوا بالصلاة وقفت طائفة من الصحابة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى في اتجاه العدو في مقابلة العدو تنتبه له، إذا تحرك ردوا حركته عليه وعلى أنفسهم، فإذا لم يتحرك وسكنوا فهم على صلاتهم سكون، وهذا واجبهم، يصلون صلاة خوف لا بأس عليهم، سواء كان العدو في البلد أو خارج البلد أو كثير أو قليل، عليهم أن يقسموا أنفسهم قسمين، قسم يحرس المسلمين وقسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ليحملوا السلاح خشية أن يهاجمهم العدو، فإذا حملوا السلاح وأتاهم العدو ردوه بما استطاعوا، يردونه بما استطاعوا، ولا يقولون نحن في صلاة ما يسوغ لنا أن نتحرك، بل لهم أن يتحركوا ويمنعوا العدو من مهاجمتهم. فإذا سجدوا، يعني الطائفة الأخرى سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يكملوا صلاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم جالس. فإذا صلت هذه الطائفة وذهبت للحراسة وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم جالسا، وقامت هذه الفئة وصلوا الركعة الثانية، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشهدوا معه وسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. فقد قسم صلاته صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الطائفتين، طائفة كبر بهم تكبيرة الإحرام واستفتح بهم وصلى هذه الركعة، ثم جلس ينتظر أولئك، وعليهم على هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكملوا صلاتهم وينصرفوا إلى مقابلة عدوهم، ويأتي أولئك والنبي صلى الله عليه وسلم في حال انتظارهم، فيقوم الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية من صلاته، ثم يسجد بهم، ثم يجلس للتشهد ويطيل التشهد، ويقوم هؤلاء الذين صلوا معه ركعة ويصلون معه الركعة الثانية ويتمون صلاتهم، ثم ينصرف بهم جميعا يتشهد بالأخيرين، ثم يسلم أولئك بالحراسة. هذه صفة صلاة الخوف إذا لم يكن العدو في اتجاه القبلة. أما إذا كان العدو في اتجاه القبلة
فإن أولئك لا ينصرفون حتى يكملوا، فلهم حالة ثانية. وقد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 أوجه كلها ثابتة صحيحة عليه الصلاة والسلام. كل فئة يصلي بهم حسب حال عدوهم، فلا يخلو العدو إما أن يكون في اتجاه القبلة فهؤلاء يصلي بهم جميعا، لكن الأخيرين لا يسجدون مع الإمام السجدة الأولى، بل ينتظرون قياما حتى يحرسوا أولئك أن يهجم عليهم العدو. فإذا سجدوا السجدة الأولى على الطائفة الثانية أن تتراجع إلى الصف الثاني، وتتقدم الطائفة الثانية التي لم تسجد فتسجد السجدة الأولى، ثم يقومون ويصلي بهم جميعا الركعة الثانية. فإذا أكمل الركعة الثانية القراءة عليه أن يسجد بالطائفة الثانية سجود وأولئك ينتظرون، فإذا أكمل سجدتيه على هؤلاء أن يسجدوا حتى لا يبقوا مكشوفين أمام العدو بلا حراسة. تكون الصلاة مقسومة بينهم ولا ضرر على واحد منهم حتى لو طال انتظاره. الصفة أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام بالجميع إذا كان العدو اتجاه القبلة، أن يكبر الإمام بالجميع تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع بالجميع، ثم ينهض رأسه بالجميع، لأن الآن الجميع كلهم تجاه القبلة والعدو في مواجهة القبلة، فليس بخاف عليهم. فعند السجود يسجد أصحاب الصف الأول فقط، يسجد بهم السجود الركعة الأولى سجدة الأولى ثم الثانية، ثم ينتظر، فيلحق أولئك يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك، فيسجدون لأنفسهم السجدتين معا، ثم يقوم الجميع ويصلي بهم الركعة الثانية. الذين كانوا خلف الإمام يرجعون وراء، والموالين له يرجعون وراء، والجدد يتقدمون قدامهم، ثم يصلي بهم الركعة التي فاتت عليهم، ثم يسجد بهم، ثم يصلون الركعة الثانية كذلك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان العدو في غير اتجاه القبلة فعلى الذين سجدوا معه السيدة الأولى أن يتموا صلاتهم وينصرفوا لاتجاه أولئك، يقفوا بمواجهتهم، يمنعونهم الهجوم على المسلمين. فإذا سجد بأولئك وأكمل الصلاة، إما أن أولئك أكملوا صلاتهم مع الإمام والإمام واقف، أو أنهم انصرفوا قبل أن يتم صلاتهم، فإنما أتموها فيما بعد كل واحد على حدة. فقد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7
أوجه كلها صحيحة. وصلاة الخوف تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل كما علمه الصلوات الخمس. فجبريل عليه السلام ينزل على محمد كلما بدا له أمر ليعلمه إياه، فعلمه صلاة الخوف كما علمه الصلاة العادية في حالة الأمن سواء بسواء عليه الصلاة والسلام. فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف وأطلعه الله على قصدهم ومكرهم، لأنهم مكروا وقالوا إذا قاموا لصلاة العصر واتجهوا إلى القبلة قمنا عليهم قومة رجل واحد فأغرنا عليهم وقتلناهم وهم يصلون. فصلى الذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وصفوا أوجاء. قال الله تعالى فلتقم طائفة منهم معك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا بعد وهي الطائفة الواقفة تجاه العدو للحراسة فليصلوا معك الركعة الباقية ويتموا لأنفسهم كما في حديث سهل وليأخذوا أي هذه الطائفة القائمة معك، وقيل ليأخذ الطائفة الباقية حذرهم وهو التحفظ والتيقظ والاحتياط لئلا يهجم عليهم العدو، وليأخذوا أسلحتهم ليدفعوا عن أنفسهم. والجمهور لا يوجب ولا يشترط اتفاقا، ويكره ما ينقل كجوشن ويضر غيره كرمح ما لم يكن على جانب. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فينالون منكم غرة وينتهزون فرصة فيميلون عليكم ميلة واحدة فيشدون عليكم شدة واحدة، والمراد بالأمتعة ما يتمتع به في الحرب مطلقا. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخصة لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها. الله جل وعلا في حالة المرض أو الضعف عذر المسلمين عن أخذ الأسلحة، لأن الأسلحة قد تكون ثقيلة والإنسان مريض، فإذا أخذ السلاح عجز عن حمله، فأذن له بترك السلاح وأخذ الحذر والانتباه لئلا يصول عليه العدو صولة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخصة لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم من المطر أو ما يضعفهم من المرض. ومن ذلك قال بعض أهل العلم بوجوب حمل الأسلحة وجمهور الفقهاء على الندب، وخذوا حذركم أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر ثم قال فإذا اطمأننتم سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم فأقيموا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائعها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من إقامتها في حالة الخوف والأمن على الوجه المشروع فيهما. لا بد من إقامة الصلاة إقامة صحيحة، إذ كانوا في حال خوف فعليهم أن يصلوا صلاة الخوف، والحركة في هذه الصلاة لا تؤثر لأنها لازمة، بخلاف الحركة في حال الأمن فإنها تؤثر على الصلاة، فلا يجوز للمرء أن يترك حمل السلاح إلا لعذر
ويجوز له أن يتقدم وأن يتأخر وأن يضارب بسلاحه وإن كان يصلي. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا لتأدية الصلاة كما أمرنا، وألا يضر بنا من جهة عدونا، وأن يحفظ علينا الأسماع والأبصار إنه سميع مجيب. علينا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الصفة، صفة صلاة الخوف، لأنه قد يبتلى بها المسلم من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. قد يتسلط العدو على المسلمين في بلادهم فلا يستطيعون أن يصلوا صلاة أمن واستقرار، فعلينا أن نتعلم صلاة الخوف، وما الذي يجب علينا أن نفعله في صلاتنا حتى تكون صلاتنا موافقة للسنة. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: ويكره ما ينقل كجوشن، ما معنى الجوشن؟ قد يكون السلاح المحمول ما يستطيع المسلم حمله إلا إذا آذى به جيرانه، فلا يشرع ذلك، بل عليه أن يرفق بإخوانه المسلمين، ولا يحمل من السلاح إلا ما يستطيعه ويمنع أذاه لإخوانه المسلمين. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب أو السراويل؟ لا يجوز للمسلم أن يسبل الثوب ولا السراويل ولا غيرها مما يلبس، والإسبال أن يتجاوز بها حدها، فالأقدام والسراويل والثوب لا يجوز أن تتجاوز الكعبين، عليه أن يقف ثوبه حد الكعبين ولا يتجاوز ذلك، لأن الإسبال محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أحاديث كثيرة وصحيحة، ومن أسبل فلا يلوم إلا نفسه. هو واضح السؤال هذا وكثير هو واضح، رد على صاحبه. أيها الإخوة، علينا إذا كتبنا سؤال أن نكتبه بخط واضح، وأن تكون عبارته قليلة، لا تكون 5 أسطر 7 أسطر سؤال واحد، ما يصلح، لأن نريد الإيضاح. فإذا كان السؤال واضحا أجبنا عليه، وإذا كان السؤال غير واضح فلا نستطيع أن نجيب عليه. حضنا بعضه ما بلازم كله. يقول السائل: أنا عندي وسواس في تكبيرة. يقول الأخ إن عنده وساوس في تكبيرة الإحرام في الصلاة، هل ماذا يصنع؟ أحيانا يقول مثلا: نويت أن أصلي كذا وكذا خلف هذا الإمام، وأحيانا يقول كلاما غيره فتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت على الرجل جزء من صلاته. أقول: أخي، عليك إذا قمت أن تكبر تكبيرة الإحرام، إذا قمت للصلاة أن تقول الله أكبر، ولا تلتفت إلى ما تلقاه من وساوس وشكوك، لأنك إن استجبت لهذه الوساوس
فالشيطان يلعب بك ويريد منك أن يصرفك عن صلاتك صرفا حقيقيا حتى لا تدري ما تقول. عليك أخي إذا قال الإمام الله أكبر أن تقول بعده الله أكبر، وإذا جئت وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام فعليك أن تقف وراء الإمام وتكبر تكبيرة الإحرام واضحة جلية بلا إشكال. وكذلك حالة الوضوء، يقول إن الشيطان يتلاعب به في حال الوضوء فيقول إنك لم تغسل، إنك ما غسلت العضو غسلا كاملا، ثم يرجعني إليه مرة ثانية وثالثة. هذا تلاعب من الشيطان يلعب بالعبد يصرفه عن طاعة الله. وكان الواجب على المسلم أن يكون حاضر الذهن والقلب ويؤدي الصلاة والوضوء كما أمر، فيقول الله أكبر ويأتي بما يلزم بعد هذا، وعند الوضوء يسمي يقول بسم الله ويسمي ثم يبدأ بغسل أعضائه عضوا عضوا، ولا يستجيب لنداء الشيطان. يقول السائل: هل يصح لي أن أصلي النوافل في البيت وأنا لابس سروال فنيلة فقط؟ صلاة النوافل يا أخي في البيت أفضل منها في المسجد، ويجوز لك أن تصليها بالسروال الطويل والفنيلة، يكفي كذلك. وإن صليتها بثياب الصلاة فحسن، لأن المسلم مطلوب منه أن يتجمل في صلاته ويؤديها كما أمر. يقول السائل: هل إذا كان عدد الجيش كبيرا فهل يجوز أن يصلوا جماعتين بإمام، أن يصلوا جماعة بإمام فيتم بهم جماعة أخرى بإمام آخر؟ يجب على المسلم أن يصلي صلاة الخوف، سواء كان الجيش بالمئات أو بالآلاف أو بالعشرات أو بالآحاد. سنة صلاة الخوف سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بها، وإذا كان إماما عليه أن يتعلمها كما علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: امرأة عليها قضاء من رمضان الفائت ونسيت كم عليها من الأيام، فماذا يجب عليها؟ عليها أن تحتاط، إذا كانت تظنها أربع صلوات أربعة أيام فتصومها، وإذا كانت تظن أنها أقل أو أكثر فعليها أن تحتاط للكثرة حتى تتيقن أنها أدت الصيام كما أمرت. يقول السائل: هل تقصر صلاة الخوف عموما أم هي خاصة أثناء ملاقاة العدو؟ الصلاة الخوف لا أثر للخوف في نقص الركعات، وإنما هي تصلى كما هي، سواء كانت في نقص الركعات كالمسافر تصلى صلاة الخوف ركعتين، وإن كانت صلاة أمن واستقرار فتصلى أربع ركعات، فالمسافر يصلي صلاة الخوف ركعتين، والمقيم يصلي صلاة الأمن أربع ركعات، سواء كانت في حال خوف أو في غيره.
عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتعلم صلاة الخوف الواجبة عليه ويؤديها كما أمر، ولا أثر للخوف في عدد الركعات أو زيادتها، وإنما إذا كان مقيما وتسلط العدو عليه في بلده فعليه أن يصلي صلاة الخوف 4 ركعات، أما إذا كان مسافرا فيصليها صلاة خوف وصلاة 2 ركعتين على صفة صلاة الخوف. يقول السائل: هل صلاة الكسوف هي صلاة الخوف؟ وما كيفية الكسوف؟ صلاة الخوف شيء، وصلاة الكسوف شيء آخر، وعلى كل أن يأتي بصفة هذا وصفة هذا ولا تتداخل عليه. يقول السائل: اعتمرت عن رجل نسيت اسمه، هل علي شيء؟ ونويت في قلبي عن رجل وكلني ما سميت اسمه، هل في هذا شيء؟ نعم يا أخي، لا بأس عليك إذا شككت في اسمه أو لم تعرفه، فانوي عمن كلفك بالصلاة أو بالحج عنه أو بالعمرة، انوي عن الرجل الذي أعطاك النفقة وتصله إن شاء الله بإذن الله. يقول السائل: هل لصلاة الخوف أوجه أخرى كصلاة مع المطر؟ صلاة الخوف كما تقدم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أو 7 صفات كلها صحيحة، وبعضهم يقول إنها أكثر من ذلك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.